فاكرين زمان لما كنا بنروح عند تيتا كده واحنا صغيرين، كانت دايما بتعمل لنا حته صينيه كيكه ما تعرفش فيها ايه، بجد كانت بتبقى وهميه من جمالها وحلاوتها، كانت الصينيه يعني بتتنسف في ثانيه. فهنعمل النهارده كيكه الذره او كيكه البسيسه اللي كلنا اتربينا عليها واحنا صغيرين بنفس طعم زمان. فيلا بقى بينا نستعيد كده شويه ذكريات ونعملها سوا مع بعض. اول حاجه بقى عندنا 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، هنحط عليهم فانيليا سايلة عشان الزفارة، وعليهم بقى يعني مكون مهم جدا وكل الناس بتقعد تسأل ازاي يا جماعة الكيكة من جوه قلبها بيكون ابيض، هو السر في المكون ده معلقة خل كبيرة. وما تخافيش خالص، مش هيغير في طعمها ومش هيبان طعمه اصلا خالص، بالعكس ده هيضيع الزفارة يعني زيادة مع الفانيليا، وفي نفس الوقت هيخلي من جوه قلبها ابيض وزي الفل. هنبتدي بقى نضرب البيض مع الخل والفانيليا، هنفضل بقى نضرب كده لحد ما وصلنا للقوام اللي انتوا شايفينه ده. هنحط بقى عليهم نص كوباية سكر وكوباية الا ربع زيت، هنبتدي بقى نضرب دول السكر مع الزيت. وبعدين هبتدي بقى احط كوبايتين دقيق ذرة اصفر، وعليهم نص كوباية دقيق أبيض منخول وباكت بيكنج باودر، وابتدي أضربهم كده بالراحة الأول قبل ما أشغل المضرب علشان الحاجات دي يعني ما تطرش والبودرة بتاعت البيكنج باودر تطير. خلصنا خلاص ضرب كل المكونات، فاضل لنا بس المادة السايلة. هنا بقى عندنا كذا اختيار، يا اما نستخدم كوباية لبن كوباية كاملة او كوباية برتقال، او زي ما انا هعمل هميكس ما بين الاثنين، احط نص كوباية لبن ونص كوباية برتقال. نبتدي احط كده ونص كوباية اللبن ونكمل ضرب. خلاص كده ضربنا كل المكونات، استأذنكم بس في حاجه عشان انا مش قادره. مين فينا زمان ما عملش الحركه دي؟ او ماما لما او تيتا مكت تخلص الكيكه البوله بقى دي نفسها يعني كنا بنعمل فيها نفس الحركه، يعني احلى من الكيكه نفسها. خلاص احنا كده ظبطنا كل المقادير في صينيه بقى الالومنيوم بتاعه زمان، برده هتاخدي منها احلى تسويه كيك، ولا تقولي لي بقى ولا تيفال ولا ستانلس ولا الحاجات دي، هي على قديم وكده زي ما كانوا بيعملوها بالظبط. فهنبتدي بقى بفرشة هدهنها كويس بزيت وزبدة، كده خلاص الكيكة بقت جاهزة ان هي تدخل الفرن. انا مسخنة الفرن من قبليها يعني بقاله مثلا ربع ساعة، هندخلها بقى على الرف اللي في النص على درجة حرارة 180، هتقعد لها حوالي من نص ساعة ل 40 دقيقة حسب الفرن بتاعي. هنشوفها بقى ازاي لو مش باينة من الازازة اذا كانت يعني قربت تستوي ولا لا، هنفتح بس الباب بالراحة نبص عليها بصة اذا كانت قربت ولا لسه، ونقفل الباب بالراحة. الهبدة بتاعت الباب دي هي اللي بتخليها تهبط، انها بتدخلها شوية هواء فدرجة الحرارة بتتغير، فدي من اسباب ان الكيك ما يبقاش مظبوط. فتمام كده ادخلها الفرن واوريها لكم بقى ما خلص. رحت عملت بقى كوبايه الشاي بلبن بتاعتي كده وجيت عشان اكون مستعده للحدث ده. يعني بصوا بجد اتمنى ان انا اكون يعني عايشتكم ذكريات حلوه كده وجميله استعدناها مع بعض. بصوا بقى عايزه اوريكم الكيك من جوه عامل ازاي، شايفين ناجح ازاي، مظبوط ازاي، القوام مع الارتفاع، اللون الكيك من جوه قلبه ابيض زي ما كنا بنقول، ده عشان معلقه الخل اللي احنا كنا بنقول عليها. بجد يا جماعه يعني زي ما تيتا كانت بتعملها بالظبط. تعالوا بقى ندوق بقى نشوف احنا عمايل ايدينا بقى. يا جماعه انا رجعت عيله صغيره بجد، رجعت 20 سنه ورا، يعني اكاد اكون اشك ان تيتا هي اللي فعلا تكون عاملاها مش انا. بجد يا جماعه خطيره، جربوها بالطريقه دي وان شاء الله تعجبكم، واستنى رايكم. صحه والف عافيه. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.